اصلي يا كلمات الى دنت اليمنى لا شنو معنى هاي ما هي قلادة هذا تسبيح وصرتك بعد انت وصرتي انا عندك ما نعرف اللي فيه واللي لا ينقال ما نعرفه يكون على اللي لا من العود لا يوصلك انت لابد من عود داير التسبيح والله دافع وعد مبورو انت فهمتني والله انا مو من بين كافري مو من بين الزهره ومو من بين خوك انت اللي يلعق قال انه ما يطم انا قاسم كارتي قال قد قلفون واحد ما هو هون قال لك الحمد لله فهمني مولانا وجدك رسول الله يا مولانا قارطي حريه من ذاك الذي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين قارطي حريه ولا ترجع يا ما مثلا ما هو قاع هو اخوك انت تعرفيني انا ماني قاصد عليك ما ماني قاعد نضر واش طالبك انت في المسجد قلت لك احنا ما احنا عند البلاد والله تم تجي انت جاري بالتسبيح جاي تجار جار وتم انا قاعده ولا ما صار هذا لا تعشني احنا ما فكرت عارفنا ما احنا بس محيين الجيران بح يا لا الجيران لا الجار والجار انا كثر انت ما تجي تجي تدوري الماء يعني لا يجي الدار الملح ولا تيت الملح ما تيجي ليش تيجي تدوري الملح ما صفت انا وطيتك الملح وقمستك في العيد وقضية عادية فاهمة الجيران التسبيحة شوف جاي لا رجاي لحقك تعدل شي والله تخليها يا خالي لا حاجة صح لك غرف ثاني قلت يا اخوك واقف دور الدار كل ليلة كي واحد من سكرته والصيد عندي انا ما تيدي توطاي لي ترى اللي دار لي قلت السلام عليكم قالت يا وعليكم السلام جيت انا واقف جاتك متلازم معايا سبقت لي الباب يا خويا لا تتكلم شر خويا طبيعي وحقيقي اعطيني تقول اسبوع والله اسبوعين والله ثلاثة لا تجي لا تسمع تلي بقالك ما لنا نوع من الامور لابد من نناقش السلام عليكم يعود في نقاش وعليكم الله خيرت يا غربة وانا تخباركم والله انا بعوا خير انا استقلك تلو وذات اوش ما زيت يا غربة والله بلا وخير والله لا وخير اقلع شنو اقلع؟ اقلع قايمتك اللي اقلع عمار اوش طايش شو ما اقلع عليك شوي انا قاعد كنت جاي مركز عليه العشاء يا اخي قول لي انت اخباركم في الدار صرتك بعد انت وصرتي انا عنك ما يخلق مشي هون في هاي الدار يكون شي قدر ولا انا كنت شاد اخباره اللي رجع الصرا بعد او المهم راني لاني مشو على الدار وين 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 قلت لك ايش طالع فيك يا ما شاء الله الحمد لله يعني خدتوا على الدار احنا انا تمشي انا بقيتي فيك بقيتي فيك يا انا كل جاب عندك بطيتني ما انا جابك لي مولانا من البارح نحلم به فاهم اللي تقول قد بعتم دارك تمشي بالله ويا عالم مولانا اللي دير راسك يدير قرع اسمع شوف يا ولي المعلوم صاحبنا؟ هي صاحبك بعد شوف هذه 200 بالنهاية ما تسكتي يا صرا عمرك ما انا ماني اعطيها لك مراجيتك اعطيها لك صرا جيبها معايا كني متقطعين كل مدى توكل عندها وكل مسيد توكل عنده وكل خيبه تقعد عندها وانا راه قاعد تقول لي الخاسم تسميه وتعاد الياس يمشي حالي اسمع اللي نقول لها هذا الحديث اللي دار بيني انا وهذه المراه لا يعلم به ما كان يؤمن ولا يكفر انت عارف ايش معاد درقه انا ما فعلت شيء غير خايف او عادي توني صار نقول لك كنت عند مو ما في شيء قصر عمرك كنت عند مو هذا ما ينقال لا تذكر انك شفتني ولا رايتني نهائيا لما انا صار عندي الوالد قال ان شاء الله وياه سيدني بده هل تفكر في شراء مؤونة رمضان لكن ميزانيتك محدودة؟ لا تقلق، مصرف الشنقيط يقدم لك الحل. عرض صائرة رمضان، من خلال قرض ميسر وسريع التنفيذ تحصل عليه في أقل من 24 ساعة من تاريخ الطلب، والتسديد مريح على مدى 12 شهراً. العرض مفتوح من 8 إلى 25 إبريل 2021. Vous souhaitez faire face aux dépenses liées au mois béni de Ramadan? Chengiti Bank vous propose l'offre Sahir Ramadan. Un prêt à des conditions très avantageuses. Mise en place en 24 heures maximum et remboursable en 12 mois. Offre valable de 8 au 25 avril 2021. اللي تقول يا وانا لاين واضعك ودعتك الله عندي عنك القضيه اللي ندور نعقب ونناقشوها ان شاء الله فيما بعد بهذي الوقت ما هو سامح الوقت ما اللي ضيق فاهمه ايه ودعتك الله دعتك لله تقولي تبغاني هذا في رواية راجل تعبت لله التسبيح حق مصحى التسبيح الزهرة عارم ولا تسبيح الزهرة والله والله وكان جاي يبيعوا لي ولا تخسر السلام عليكم اهلا وعليكم السلام يا كلباس صاحبتك يا كلباس
نفسي وبيلا صغير خليك الجيرات الجيرات والكرام والواعي تبرك عطشان اي بيديها رمضان لا رمضان اساسي الكرام والجيرات وشي نتكل ورمضان رمضان ومين في الجيرات والكتحان شي انت في شي نشرب وشي نتكل هكذا او نحن الصبي تحنا لين كفطوا ان شاء الله ولا انا مش يقدح يصور يعني ما كنت عصت صعود ما كنت بعدي غير دار جيت الراجل عندي ما عنده مشكله ما عنده مشكله طيب بنا ما طيب انا قلت لها لحظه عزيز ما يفهمها دائما نشوف عن عند عن شي راح يكرر عليهم لا لا عاد مرسول ويقيسوا واحد ومتى كذا لنا؟ ما أنا بأذن لا تأكد حتى قرشوا تجلسين تشوفهم؟ عيات أنا نرسلوا دائما يجيب لي مؤلمة من شهر ذيك المرة لجارتنا هاي حق الله والله وعيش شوفوا وعيش شوفوا من وقت أخر ما كرستي أنت آه قلت لك إنه دائما يوخوا منهم دار أسرت وأنا أحيان أنا أتمنى ما يخاف نكذب تشتري أعرف مني معاها القاضية يكب الدم بابت لا تبخاو منهم ما يكب من بابت حق الله والله وقاضية ما كرفتها معاها آه قاضية ما يرفتها معاها هو مقطوع وفي قطعين حق وقع بوري فات شيء كثير حتى دائما يا اخ اكثر يا اكثر وقع انا قرات قاضي ما هو معايا ما انا الله ما هو ابدا انا لا خرس الحد وانا قطع شوي كبب هو ما شاء الله قلت لك لا ما تصح بسبتها هي ايش كيفتها اعطيني ما اعرفش كيف هي ما عندها ما في ما رمطه ما في مفيش من فاصل تطحي من المرض ما هي حق ما هي تقطع عن ما بنا ما انا لا خرس الواحد ثاني عن ما بنا ما يغب علي ان شاء الله بنا ما قطع منهم ومرسو الله لا تمنى لك راح تبلش تقول بنا وبلش تقول لك ما تري بنا صح انا بنا بعد او شو ما اسمه انا قطعت اشتري بكبل قاضي راد ما شاور علي راد هذا هي منات مش كيف لا بنتي هو مزرنا ما منات ما تلبن ما تلبن ما تلبن قطعت عجيب انه ان شاء الله لا عبد الله صرنا اقصى انا ما عندي لا في دارهم لا في دارهم قاعد يحرك اكثر اوقات ولا شغل من السيد يصلي وعزمي عزيز مشق من اللي هو قبيله تقيس اصحاب السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام شطار يا الناس يا خير الله عندنا خير شطار يا معافي كعزلي 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 تمام كعزلي شو ماسي؟ شطاري يا قلبي يا أخي بشار شطاري قاعد حق وقبل في الصيف عاش شطاري قاعد يا قلبي غلط فرت معك حاجة المدي أصفق معك شين كتوشين شطار حياتك لا لو كيلو حياتك لا شطار ما يشرقاش ما هم دني يدي يمشي لا يشرقاش ما هم دني يدي يمشي لا طيب لي لا سويدي محمد هذا طيب عادل أنا التعين قلت لك التعين السلام عليكم قيم 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 يعني ايه وفي المردة ولا يرد مردة هو 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 قاعد مردة حد كيف ما نتصل في المرأة شيء محمد بعد هذا بعد قاع لا يرد عليك مرده بعد قاع هذا لا يقول لك واحد منهم الشمس تطلع منك وتجد عليه هو زي شو يا غالي اسمع لك سك والله يا تجد عليه هكذا راح عندك راي انك بطل اسمع ها راح راي انك بطل عندك تسر دراعتك خضرة ايش لا تزيك يا ضال لا تلحق لك هم يا سوى هي دراعتك تسر اي حق ما يقدر هو شو ماسي يا اخي يا ابو قيم كان فينا كاميرا وانت ما بين قيم 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 يطول عمرك قيم خلاص جماعتنا بونا قيم ما اعرف شو مصرف شقيت خدمة واهتمام مصرفنا عريق مو سهم فعايد وفبالة شقيت ومساند الأعمال ساهم في النماء مشاريع وبناء كل عامل واحنا معانا شنقي تبا ساهم في النماء مشاريع وبناء كل عامل واحنا معانا شنقي تبا شارك في هديتي من مصرف الشنقيطة عشرة جوائز في انتظاركم هديتي من مصرف شنقيطة قطع أرضية وجوائز أخرى قيمة ما عليك سوى امتلاك حساب من مصرف أو تفعيل حسابك القديم أو قم بفتح حساب جديد لتدخل في السحب من الآن حتى 31 مايو 2021 شنقيطي بانك مصرف الشنقيطة ثقتكم أساس نجاحنا الشباب كيف شي عندهم مردة لا يردوها عظيمة في كل شيء تبان مالو؟ انت ماتت سلمة هي من هي ماتت سلمة انا نتكلم عن مالك انت شنو مشكلتك جارتنا هذه دي كل نهار تقيسها وتربد لها قاعزية انت من هو كويت من ارويق جاء ما عندك حياة تقلها قاعز هذا حنيني شوي عزيز محاربت داخلون عليا يلمحني شن ترمي حاجه ما راني انا برك جاي سيدي محمد يقول لي جارتك هذه يكب لها الوساخ ويربد لها غازيه وش ما عشان رد المرده بالشور مزلنا من الطابق يا رد بعد وانا كي رد بعد وانا خايف ايوه تفضل يريد تعود حياتك انت يا هالي ومتباركه مع مراد عويسيس وسويدي محمد والكلب ما هباس انا وانت يا قاع الا يلا نعود واكبر من ذا انت يا فارشه في جانب تعرفين فيا انا انك فاشه فيا انا لو خال من هون واحد المسيد
نعرف لا انك تاخذ من عندي هون قايس المسيد ولا مولا البوتيك وما تعرف تسبيح يما تقاطم من هون 30 كيلو نعرف عن التسبيح اطول منك يا قايس ايوا ومن بعد قاعد المسيد أيوة. ومن بعد معايا من محاضرات الإسلامية ما أنا قاعد اللي فلان اللي اختاروني يوم الجمعة على الجاي أنا هو الله قد أنا هو الله قدم الخطبة هاي وين هاي وهاي وقتي وقالوا يعني نخش معناها إيش معناها على الدنيا وفيت منها معناها لا شر بس مالي العباية هاك أنا معي نلبس الخيمة هاك أنا لبقيت لبس العباية ولا بقيت لبس لا ولا هي هكتي يا هي البدر جيران قاسية وتربد المرأة قادك حد قاسية قال هالي بع قاسية ماما قال هاي سيدي محمد وقال هاي ولما حري عليها قاسية كبابتها حق غير ما كبابتها انت ايش عندك انت كباب قاسية انا راه انت لا تعدلي لي انا تعدلي لي معاه انا راه شربوا مروتي تبقى فيا مرة ما تبارك قاسية ما كببها لها تكببها لها احنا رجالة ما تتعدلنا مروة يا بوي قاسية انا تدخل علي مرة بدور الملح ما رضيها الملح تدخل علي مرة بدور امها ما هي السوى تربت فيها ما نرفض عنها انا تعطيني من حوالي هي اللي قبال نعطيني ماء انت هذا ما يعني لا الكوزين يعني انا والله يعنيك شو الكوزين نصه يعني انا نصه يعنيك لا قصة تم تنصب قلت حال ولا تم تنصب ان شاء الله اني عاد تصيعني بس قال انا قلت حال ما قلت له يعنيك تقعد مالي لهي جني مالي لهي جني انا لهي انا لا على بابك لا اذا صار شو انهار عليك وانهار عليك انا بعد ظهر واحد في المسيد وين هاي نشوف بلا انا هو اللي قفل المسيد هو اللي فتح وانا وعدت المؤذن ايوا انت فاهم لا انا انت من بعد انا قعدت يا ماك بالتي انت يا حالي انا هامي اللي باكتني مو انا ندخل الجنه هو ده يعني انسان عنده ولاع انت اللي تخش الجنه انا نخش معاك ما هو انت مثلا على كل حال وكله يدخلوا عمل وانا بعد يمشي تدخل الجنه وانت لا بغيت تدخل الجنه ولا تدخلي لك بعد انا ما عنيني في شيء لا ما يصلح مصيبته لي قطعا لا بدال ان شاء الله باذن الله تعالى من نمشي نرسل عزيز لي لين كثر اذا الرقم ان شاء الله وطفل خط المراني نعرف اللي مردشن وهي لين اتصل معاها وهي كاع قال لها اصلا ديجا صاحبتي مو طبيعي ما هو طبيعي ولا عاد له يقلع راسه ملي يقلع راسه ويقلع راسه التالي كاع متالي جاي بحجه المسيد وجاي بحجه الصرف وقايس المسيد مو طبيعي الله كتوه عندنا نطفقوا هون وجرى جالا من العالمين ويتقالوا وقالنا عن جواحدهم تسبيحهم دليل الواح في اسبوع ما حركت من الدار اللي نعرف الواي شنو ماني منقب شغل ذولاني واحد شي سوش السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وي وعليكم السلام مرحبا بك لباس وهذا هو السلام عليكم وهذا سلام تفضلوا تفضلوا اه اللي تقول انا ذاك تراهم قول قول ها قلت الواد ما يوضح لا انا خلاص انا تقول انا لا قال يعلنوا انهم هم هم انتم هم من هم هذا هو قطعا قالت العلم يضعك ها لا الخطه هدا وين هدا تعرفهم بصرات لا ام ولد تقول ذاك صار له نتكلم عند المكالمه ولا شيء قلت تكلم شنو ثم لا بعدين ديار الناس طفقوا تو ذاك خشوا ياك واخر طفق مين طفق ما قاعد تطفق حد ولا لي هنا طفق حد انا ما قبضيتهم قالك حد اني قبضيتهم انذكرت لانا قبضيتهم والله اذكرها لك حق جاي النبي لك لي يا انا ما قبضيتهم يا غير مالي لا يرد لي الحقيقه منين اتفقين نعطيك الحقيقه لا يرد علي قول هذا انا لا ان قال لي علينا خطهون علينا نجيهم اللصوص والطفيله تبقى هون وحدها واخترت العودانه السلفيان لا تسمعت لي بيه مسرف الكرتيه عاجبك انت تقارونا اصلا جاع بيدا فيها ما وقتك هون اللصوص ما يستدروا ولا من علم اللصوص انا كنت مشيت جاو اللصوص وعاد اللصوص ياسري هي قالت لي انا خويا اللي قال الداه متعدل وعرفت انا كنت متعدل انت ظهر عليك نقضوا فيا والله ظهر عليك نقضوا دو يلا انا كاني متعدل والله ماني متعدل ايه سلام مرحبا يا اهلا بس ما شاء الله سلام واجد شو اخباركم؟ انت ظهر عليك نقضوا فيا والله ظهر عليك نقضوا دو يلا